مساء الخير يا شباب، او صباح الخير وقت ما تسمعوا المحاضرة دي. النهاردة ان شاء الله هنشرح اول محاضرة باثولوجي عندنا في موديول السي ار اس. هنقول بس كده ايه مقدمة سريعة عن الـ المواد اللي عندنا او عن تقسيمة المنهج باثولوجي عندنا. تمام، احنا عندنا الموديول ده كارديو ريسبيراتوري، فعندنا هناخد تو سيستمز، عندنا هناخد الكارديو فاسكولار سيستم وعندنا هناخد ريسبيراتوري سيستم. الكارديو فاسكولار هيبقى عندنا 4 محاضرات وريسبيراتوري 4 محاضرات. الكارديو فاسكولار بقى ال4 محاضرات بتوع هيتقسموا 2، فاسكولار ديزيز وكاردياك ديزيز، عشان عندنا كارديو فاسكولار، فهناخد الكاردياك ديزيز في 2 ليكتشرز والفاسكولار ديزيز في 2 ليكتشرز. هنبدأ الأول بالفاسكولار ديزيز. عندنا 7 vascular diseases هيتقسموا على المحاضرتين، المحاضرة الأولى دي والمحاضرة الثانية إن شاء الله. النهاردة هناخد أول 4 والمحاضرة الجاية هناخد 3 إن شاء الله. بقي 3 هناخد الأثيروسكليروزس، هنتكلم فيه كتير شوية. الأثيروسكليروزس مش هنقول فيه كتير، يعني هنقول almost the definition وال types بس. الهايبرتنشن الدكتور قالت أو mainly هناخده في renal module system. والأنيوريزم والديسكشن دي هناخدها معانا. يعني هايبرتنشن الدكتور بس قالت هنركز على حاجات بس بسيطة فيه، وهناخده in detail في renal module إن شاء الله وفي البطنة. ناخد اول حاجه عندنا اثيروسكليروزس. خلي بالكم في فرق بين الاثيروسكليروزس وبين الارتيريوسكليروزس. ايه الفرق؟ بان في الاثيروسكليروز بتتكون اثيروما. ايه هي الاثيروما؟ هنعرفها دلوقتي ان شاء الله. الاثيروما دي ممكن نقول اكتر حاجه بتميز الاثيروسكليروزس. في حاجات تانية اوكي، ممكن فروق تانية بين الاثيروسكليروزس والارتيريوسكليروزس، بس اهمهم الاثيروما. تمام، اول حاجه الدكتور نبهت جدا جدا، مهم جدا الديفينيشن دي يا شباب. اول حاجه اول ديزيز عندنا هناخده الاثيروسكليروزس. الديفينيشن بتاعه باتشز او بليكس اوف انتمال ثيكنينج. الانتمال دي من ضمن اللايرز اللي بتكون البلود فيسل. تمام، الانجري بقى في الاثيروسكليروزس بتحصل فين؟ في انهو لاير؟ بتحصل في الانتمال ثيكنينج. تمام، باتشز معناها زي معناها بقع او رقع كده، يعني حاجه مبقعه، يعني الارتري من جوه بيبقى مبقع. بيبقى فيه accumulation of lipids، وبيبقى فيه proliferation of smooth muscle cells. السموث muscle cells دي موجوده برضو من ضمن اللايرز اللي بتكون البلود فيسل. وفي inflammatory cells and increased intracellular matrix. الانفلاميشن هو يعني almost الاثيروسكليروزس بيدور بشكل كبير جدا، او الثيري اللي احنا هناخدها في الباتوجينيسيس بتاعته هتبقى انفلاماتوري. تمام، الريسك فاكتورز عندنا ميجر وعندنا ماينور. ميجر دي اللي هي الاساسيه، ماينور دي اللي هي بتبقى مش اساسيه قوي بس هي ممكن تساهم في المرض. بس اهم ريسك فاكتور او اهم كوزز عندنا الميجر. الميجر عندنا فيها نوعين، كونستيتيوشنال يعني فيكسد ثابته ما بنعرفش نغيرها، وموديفايد يعني بنعرف نغيرها. الكونستيتيوشنال عندنا زي الايج، الميل جندر. ليه عندنا الميل؟ لان الفيميلز عندهم الاستروجين. الاستروجين ده مكتوبه تحت اهي، اوريكم ثواني. الاستروجين بروتكتيف اجينست اثيروسكليروزس. تمام، بعد المينوبوزل بوست مينوبوزال استروجين ديفيشنسي بتبقى بتزيد نسبه تعرض الفيميلز للاثيروسكليروزس. تمام، قلنا الايج، ميل جندر، فاميلي هيستوري اوف اثيروسكليروزس اند جينيتك ديفكت زي الفاميليال هايبركوليستيروميا. تمام، احنا عندنا دي هناخد الديفينيشن بتاعها برضو موجود تحت اهو. ادفكت in the enzymes that break down cholesterol. طب الكوليسترول، طب الكوليسترول ده ليبيد، واحنا قلنا فوق في الديفينيشن بتاع الاثيروسكليروزس ان هو accumulation of lipids، وعندنا الليبيدز بتساهم بدور كبير جدا في تكوين الاثيروما اللي هي المين كاركترستيك بتاعه الاثيروسكليروزس. تمام كده قلنا الكونستيتيوشنال ريسك فاكتور اللي هي من ضمن الميجر، الايج والميل جندر والفاميلي هيستوري والجينيتك ديفكتس. عندنا الموديفايد، الهايبرتنشن والهايبرليبيديميا والديابيتس والسموكينج. تمام، الهايبرتنشن والهايبرتنشن موجوده برضو تحت اهي، ليدز تو اثيروسكليروزس اند فايس فيرس. يعني ممكن الهايبرتنشن يؤدي الاثيروسكليروزس، ممكن اثيروسكليروزس يؤدي الهايبرتنشن. تمام،
الماينر عندنا بقى يعني الأسباب اللي هي بتؤدي بس بشكل أو بتساهم في إن احنا نصاب بأثيروسكلوزس بس بشكل أقل شوية. عندنا contributes to atherosclerosis with a lesser extent. عندنا inflammation, metabolic syndrome, high lipoprotein A, low physical activity, type A personality and stress type A. personality دي دكتور بتقول ان هم الناس اللي على طول عندهم stress وعلى طول حياتهم في stress وكده غالبا يعني. ممكن بقى نجمع risk factors. حلوة التجميع اللي الدكتور عاملاها دي، برضو هنلاقيها برضو تحت في ال مش فاكرة في ايه بس هنلاقيها ان هي حاجة زيها تحت. عندنا الريسك فاكتورز بقى كلها ممكن نجمعها في كلمة اثيروما. اثيروما دي اللي هي المين كاركترستيك بتاعة الاثيروسكليروزس زيتنا في دقيقنا يعني. اول حاجة الارتيريال هايبرتنشن، هايبرتنشن نيدز تو اثيروسكليروزس اند فايس فيرسا. والتوبيكو هيريديتي زي الفاميليال هايبر كوليستيروليميا. والاندوكراين عندنا اللي هي الديابيتس قلناها غالبا فوق او اهو. والبوست بوست مينوبوزال استروجين ديفيشنسي. والار فور ريدوسد فيزيكال اكتيفيتي اللي هي سيدنتري لايف اللي هو الناس اللي بيبقوا كبار في السن وكده. او فور اوبيزيتي، ام فور ميل جندر، اي فور ايج. اثيروما. تمام كده خلصنا ايه بقى؟ خلصنا الديفينيشن بتاع الاثيروسكليروز ان هو عباره عن باتشز او بليكس اوف انتمال تيكنينج واكيوميليشن اوف ليبيدز بوليفريشن اوف سموث ماسل سيلز انفلاماتوري سيلز اند انكريز انتراسيلير اكسترا سيلير ماتريكس. وقلنا الريسك فاكتور عندنا ميجر وماينر. الميجر فيها كونستيتيوشنال وموديفايد، والماينر دي كونتريبيوتس وذ ليسر اكستنت. وجمعناهم كلهم في كلمه اثيروما. تمام كده خلصنا الديفينيشن وخلصنا الريسك فاكتورز. هنقول بقى على اهم حاجه واتقل حاجه في الاثيروسكليروزس اللي هي الباثوجينيسيس بتاعه. الكلام ده مش مكتوب، تمام ما كانش مكتوب في السلايد الكلام ده، بس الكلام ده شرح الدكتور اللي لقيته على الصوره يعني الدكتور هي بتشرح كانت بتشرح على الصوره. ولو انتوا كبرنا الصوره شويه مش عارفه ينفع نكبر اكتر من كده ولا لا، هنلاقي الكلام ده مكتوب يعني هو ده بس ده مشروح اكتر. تمام فانتوا ممكن تذاكروا الكلام ده وتمشوا مع الصور، الدنيا خلاص كبيس جدا وده الكلام اللي الدكتور قالته. عندنا في كذا تيوري بتقول او بتشرح الباثوجينيسيس بتاع الاثيروسكليروزس. احنا هناخد اللي هي ايه الانجري هايبوثيسيس. تمام الانجري هايبوثيسيس دي بتتكلم في ايه او بتقول ايه؟ بتقول ان حصل كرونيك انفلاميشن وحصل هيلينج ريسبونس بس بطريقه مش مظبوطه. تمام يعني في انفلاميشن وحصل هيلينج بس كان في مشكله في الهيلينج ريسبونس. ده ادتنا دي كونت بقى الاثيروما والاثيروسكليروزس وكل المشاكل دي كلها. اول حاجه كرونيك انفلاميشن يعني يحصل ايه؟ يحصل انجري في الاول. تمام يبقى كرونيك اندوثيليال انجري. اندوثيليال دي الطبقه اللي هي ايه اللي بيقابلها الدم اللي بتبقى موجوده من جوه في البلاد فيسل اللي هي دي البينك دي اللي عليها السهم. تمام دي الاندوثيليال لايننج. في بقى انجري حصلت في الاندوثيليال دي caused by any of the risk factors described above. فشايفين risk factors اللي احنا قلناها فوق دي كلها ممكن تؤدي ل endothelial injury. حتى برضو الدكتور كتبها هنا hyperlipidemia, hypertension, smoking, toxin, viruses و immune reactions وحصلت كتبهم كتير يعني. تمام دي اول step ماشية مع اول صورة. تاني step عندنا حصلت injury. هيحصل ايه injury الحاجة؟ هيبقى حصل dysfunction يعني الحاجة مش هتعرف تؤدي الوظيفة بتاعتها. تمام الاندوثيليال ده هيحصله dysfunction presented in A. مش المفروض الاندوثيليال ده المفروض البلاد بيبقى ماشي فيه وبيمنع ان البلاد يخرج لبره والكلام ده كله. طب تمام البلاد فيسل بقى نفسه بيتكون من layers. الاندوثيليال lining كانت بتمنع الكونتنتس بتاعت البلاد ان هي تخرج لبره الاكسترا سيلير ماتريكس وان هي تخرج برضو لللايرز بتاعت البلاد فيسل نفسه. تمام فاحنا عندنا الاندوثيليال اللي كان بيحمي البلاد ده حصل له ايه؟ حصل له انجري. طب انجري حصل له dysfunction يبقى مش عارف يؤدي الوظيفه بتاعته دي، فهيبقى في كونتنتس عندنا من البلود هتدخل لللايرز بتاعه البلود فيسل نفسه. انه لاير احنا قلناها الانتيما. الانتيما اللي هي الخط الابيض اللي احنا شايفينه ده يا شباب. تمام عشان تكون ايه؟ تكون الاثيروسكليروز، تكون الاثيروما. تمام
ايه بقى اللي هيعدي؟ increased permeability, leukocytes adhesion, monocytes adhesion and immigration small amount of fat may pass as well. تمام. تالت step او تالت stage smooth muscle cells. مش احنا قلنا في التعريف في الديفينيشن فوق ان احنا عندنا accumulation of lipids proliferation of smooth muscle cells؟ ايوه هي دي بقى ايه، هي دي السموث muscle cells. مالها بقى السموث muscle cells؟ هتعمل ايه؟ immigration from media to intima. media دي اللي هي اللير من ضمن اللايرز بتاعه البلد فيسلز، اللي هي دي اللي احنا مشاورين عليها، واللي هي الحاجات بقى السيلز اللي هي فيها نقط زرقاء دي المسل سموث muscle cells. هتحصل هي كمان اهي هتبوليفريت او هيحصل لها immigration من الميديا للانتما. تمام، الانتما دي بيحصل فيها كل البلايا بتاعه الاثيروما. تمام، يبقى احنا كده قلنا ايه، حصل انجري للاندوثيليال لايننج، حصل له ديسفانكشن يعني الحاجات بتاع الحاجات اللي بتمشي في البلط هتعدي هتكروس، كان الاندوثيليال ده كان عباره عن بارير، هي خلاص بقى هتكروس البارير ده. قلنا ايه اللي هيحصل بقى بوليفريشن لليوكوسايتس والمونوسايتس والفاتس وحاجات كتير كده، والسموث ماتل سيلز كمان هتسيب بس السموث ماتل سيلز جايه من فين؟ جايه من الميديا، مش جايه من الاندوثيليال، قصدي مش جايه من بلاد ستريم يعني. تمام، وكل ده مين بقى اللي هيحصل اكتيفيشن الماكروفاج؟ مش ده انفلاميشن، فكده هيحصل الماكروفاجز اكتيفيشن. الماكروفاجز والسموث ماتل سيلز انجلف ليبيدز، دي اللي هي ستيب نمبر 4. شايفين الاصفر ده؟ ده الليبيدز. الليبيدز بقى اللي تبقى موجوده في ماشيه في الدم عادي من كتر الحاجات اللي احنا بناكلها في الدايت بتاعنا العادي. الماكروفاجز احنا عارفين ان هي بتنجلف. تمام، مين بقى اللي كمان هتنجلف معانا؟ هتنجلف معانا مين؟ السموث ماسل سيلز، دي هتنجلف برضو الليبيدز. تمام، فاحنا كده عندنا حاجتين بينجلفوا الليبيدز، الماكروفاجز والسموث ماسل سيلز، هما الاثنين بقى هينجلفوا الليبيدز. والليمفوسايتس ريليز سايتوكاينز بقى، ويحصل بقى الانفلاميشن والكلام ده كله. First sign of atheroma begins to appear اللي هي الفاتي ستريكس. يبقى الفاتي ستريكس اللي دي تعتبر اول sign من الاثيروما، اول sign من الاثيروسكليروزس. دي بتحصل امتى؟ بتحصل لما بيحصل لما الماكروفاجز والسموث ماسل سيلز تبدا تنجلف الليبيدز، حتى احنا عملناها لكم باللون الاصفر اهي. تمام، عشان هي بتابير از يلو كولر. تمام، لحد الستيب دي، لحد ستيب نمبر 4، لحد ما تظهر فات ستريكس والكلام ده كله، احنا عادي في السليم والدنيا ملحوقه، ودي بتحصل مع اي حد عادي. تمام، امتى بقى نبدا نقلق؟ نبدا لونج ستاندنج اكسبوجر تو ذا باثوجين او ريسك فاكتور، يعني البروسيس دي بتفضل مستمره تفضل مستمره، احنا نقلق من كده. ليه؟ لان الاثيروما بتكوينها بيبدا، يعني احنا كنا واقفين هنا ان الفيرست ساين بس، يعني فات ستيج دي كانت ايه فيرست ساين بس في اثيروما، لكن لسه ما فيش اثيروما. ستيب نمبر 5 او ستيج نمبر 5 دي بقى ايه؟ اثيروما فورميشن، يعني اثيروما بتبدا تتكون، اثيروما اللي هي الاثيروسكليروزس. تمام، ايه بقى اللي هيحصل او ايه هي بتتكون من ايه؟ سموث ماسل سيل بوليفريشن، السموث ماسل سيل تبدا بقى تنقسم اكتر واكتر، كولاجين اند اذر اكسترا سيلولار ماتريك ديبوزيشن. الكولاجين هيبدا بقى يترسب هو كمان، وهيحصل بقى هيحصل بقى الفايبرين برضو كمان، فايبروزس بقى وكده، واكسترا سيلولار ليبيد اكيوميليشن ات ذا سنتر اوف اثيروما. ده كمان الليبيد نفسه، اصلا الليبيد نفسه اللي هو بدل ما كانت مثلا الماكروفاج والسموث ماسل سيلز بتنجلف الليبيد، لا ده الليبيد نفسه كمان هيتجمع في السنتر اوف ذا اثيروما. لو احنا خدنا بالنا كده في الستيب نمبر 5 احنا شايفين زي كوره كده مكونه، دي الاثيروما. الاثيروما بتتكون من ايه؟ بتتكون من الليبيد ان ذا سنتر، بتتكون من السموث ماسل سيل بوليفريشن، بتتكون من الازرق ده اللي هو الكولاجين، وايه تاني؟ واذر اكسترا سيلولار ماتريكس ديبوزيشن. تمام، احنا كده قلنا ايه الباثوجينيسيس بيكون او الاثيروسكليروسس بيكون ازاي. نرجعهم كده سريعا، بيحصل اندوثيليال انجري، بعد كده اندوثيليال ديسفانكشن، البريمابيلتي بتاعه الاندوثيليال لايننج هتزيد، هيعدي بقى المونوسايتس واللوكوسايتس وكل ده. بعد كده في ستيب نمبر 3 السموث ماسل سيلز هي كمان هتعدي من الميديا للانتما، بعد كده الماكروفاجز والماكروفاجز اللي هي تحولت من مونوسايتس ماكروفاجز، هيك هي المونوسايتس في البلود ستريم، الماكروفاجز في التيشو. الماكروفاجز بقى هتبدا تنجلف الليبيد هي والسموث ماسل سيلز، وتبدا يتحول ايه او يبدا يتكون ايه الفات ستريكس. كده احنا لحد
لحد المرحله دي تمام. المرحله بقى اللي نبدا نقلق منها لما الاثيروما تتكون. الاثيروما تتكون بقى ايه؟ ليبيد اكيوميشن ات ذا سنتر، الكولاجين بيبقى بيتجمع، والسموث ماسل سيلز بوليفريشن، الكلام ده كله. كده احنا قلنا الباثوجينيسيس بتاع الاثيروسكليروسيس زي ما انتم شايفين ده عادي نورمال ارتري، دي اللايرز بتاعته الاندوثيليال والانتما والبيديا اللي فيها السموث ماسل سيلز والدنيا بيس وتمام. نيجي هنا اهو ليبيد ديبوزيشن اوف ذا بليك تمام، وعندنا هنا النروينج اوف ذا ارتري بودي ستريم، المسار بتاعه ايه؟ ضيق تمام. هنا برضو عندنا الفيرست ديكيت الثيرد ديكيت عادي، ممكن نلاقي في بعض الليبيد كده اكيوميليشن عادي. الفورث ديكيت السموث ماسل والكولاجين، بعد كده بيتكون ايه؟ ممكن يحصل ثرومبوزس تمام. المورفولوجي احنا بقى بيبقى شكل الكلام ده ازاي؟ عندنا بيبقى فيه حاجتين، فاتي ستريكس دي اللي احنا قلنا الفيرست ساين اوف اثيروما، وعندنا اثيروسكليروتيك بليك. الفاتي ستريكس كومبوزد اوف ليبيد فيلد فومي ماكروفاجيز، يعني عندنا ماكروفاجيز اللي كانت بالعه الليبيد تمام. بيجين از مالتيبل ماينوت فلات يلو سبوتس، يعني هي بتبدا زي ايه؟ نقط كده صفرة من الليبيد، وبعد كده بتتجمع كواليز انتو elongated streaks 1 سنتيمتر او لونجر، يعني هي بتبدا نقط صغيره من الفات بعد كده بتتجمع تدينا فات ستريكس تمام. دي الايرليست ريكوجنايزابل ليجنز اوف اثيروسكليروسيس اللي هي فات ستريكس تمام، عشان احنا قلنا فوق كده دي الفيرست ساين اوف ايه؟ فيرست ساين اوف اثيروما. ثواني اعمل لكم الهايلايتر. فيرست ساين اوف اثيروما اللي هي ايه؟ الفات ستريكس تمام. كده احنا قلنا المورفولوجي بتاع الفات ستريكس. فاضل حاجه تاني الاثيروسكليروتيك بليك. الاثيروسكليروتيك بليك دي عباره عن وايت يلو اند انكروتش ده اليومن اوف ذا ارتري، بتبقى موجوده في اليومن نفسه بتاع الارتري. سوبر امبوزد ثرومبس اوفر السريتد بليكس از ريد براون، از ريد براون. ممكن بقى الانفلاميشن يحصل له السر، والالسر تؤدي برضو ايه؟ او تنديوز ثرومبس فورميشن تمام. Plaques vary in size but can coalesce to form larger masses. On cross sectioning it consists of a soft lipid rich center covered with a fibrotic capsule. Rich lipid center، ثواني اوريهولكم ده، هو ده ده rich lipid center covered by fibrotic capsule تمام، اللي هي الازرق اللي فوق اللي احنا قلناها اللي هي الكولاجين دي تمام. Atheroma are often partially calcified. Calcified دي بيحصل ايه؟ accumulation of calcium، بس دي بتحصل رير جدا، ولو بتحصل في older age تمام. Atherosclerotic lesions are patchy. patchy يعني هي زي ما قلنا عبارة عن بقع، و are rarely circumferential، يعني ايه circumferential؟ يعني داير ما يدور، يعني بتاخد اليومن كده داير ما يدور، لا هي بتعملش كده، هي بتبقى مبقعة تمام. in cross section the regions therefore appear eccentric. eccentric يعني برضو ايه؟ طرفية. important note the most extensively involved vessels are lower abdominal aorta والcoronary arteries popliteal arteries the vessels of circle of Wells والinternal carotid arteries. دي الarteries اللي هي ايه؟ اللي هي ال most extensively involved تمام. كده احنا قلنا المورفولوجي، المورفولوجي قلنا الفاتي ستريكس، وقلنا الاثيروتيك بليك. لا قول، هنقول ايه بقى؟ هنقول الميكروسكوبيك بيكتشر. الميكروسكوبيك بيكتشر برضه فيها حاجتين، فيها الفايبرس كاب اللي احنا قلنا بتتكون لونها كان لونها ازرق، دي اللي بتتكون من كولاجين كومبوزد اوف سموث ماسل سيلز اند ريلاتيفلي دنس كولاجين تمام. هي بتتكون من حاجتين، الفايبرس كاب في الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الاثيروسكليروز بتتكون من السموث ماسل سيلز وبتتكون من دنس كولاجين. بنيث الدكتور قالت النقطه دي مش مهمه قوي. بنيث انت تو ذا سايد اوف ذا كاب ذا شولدر از ا مور سيلولار اريا كونتينينج ماكروفاجيز تي سيلز اند سموث ماسل سيلز نوت فيري امبورتنت. نيكروتيك كور بقى كونتينينج ليبيد، احنا قلنا في السنتر بيبقى موجود الليبيد تمام، اكيوميليشن اوف ليبيد ات ذا سنتر، وفوق بيبقى عندنا فايبرس كاب ده بيتكون من سموث ماسل سيلز وبيتكون من ايه؟ من دنس كولاجين. نيكروتيك كور اللي هو القلب يعني containing lipid primary cholesterol cholesterol and cholesterol esters debris from dead cells foam cells. foam cells دي اللي هي الماكروفاجز lipid laden macrophages or smooth muscle cells. fibrin variably organized thrombus and other plasma proteins
تمام. بلازما بروتينز دي اللي قلنا برضو اللي هي other extracellular matrix depositions كان من ضمنها برضو ايه بلازما بروتينز. The cholesterol content is frequently present as crystalline aggregates. تمام. احنا لما نيجي نشوف الكوليسترول ده تحت الميكروسكوب اثناء تحضيرنا، احنا عارفين طبعا السلايدز لما او السلايد مثلا بتيجي تتحضر ميكروسكوب بيكتشر بيبقى تعدي بمراحل، ففي حاجه في بعض المواد اللي بيحطوا فيها العينه زي الزايلين دي بتدوب الفات، وبرده بيحطوا كحول، الكحول ده بيمتص الميه وكده، فهي بتبان اللي هي ناشفه خالص حرفيا يعني، فبتبان از ايه از كريستالين اجريجيتس. كريستالين اجريجيتس يعني على طول في ايه في كوليسترول. تمام. That are washed out during routine tissue processing and leave behind only empty clefts. تمام. clefts دي حاجة من ال characteristics بتاعت ال atherosclerosis. تمام. The periphery of the lesions demonstrate new vascularization. ده من ضمن طبعا ال chronic inflammation. chronic inflammation عارفين ممكن تكون بعض ال tissues بتبدأ بتعمل عملية ال new vascularization عشان تكون blood vessels جديدة اللي هي بتحتاج تغذية جديدة وهكذا. ودي من ضمن الحاجات اللي لساعات كانوا بيحصل فيه misconceptions، وساعات كانوا ايه بيقتنعوا او في ناس بتقول ان عشان بيحصل النيو vascularization ده معناه ايه الاثيروما دي عبارة عن tumor. تمام. بس احنا بناخد ايه، احنا قلنا فوق بناخد الانجري hypothesis. تمام. Moreover اثيروما often undergo calcification، دي احنا قلناها بس بتبقى more common في الolder age. الحاجات دي اللي هي شايفينها اللي هي دي الكريستالين اجريجيتس بتاعت الكريستيرو اللي هي كليفتس، ده الفايبرس كاف، ده السموث ماسل سيلز، وعندنا هنا الكولاجين، وده النكروتيك كور اللي بيتكون من ايه، بيتكون من سيل دبري كوليسترول كريستالز، وبيتكون من فوم سيلز وكالسيوم. تمام. دي برضو شايفين ده كله بلود فيسل، ده اليومن صغير جدا، دي الاثيروما، داخله. ده الانتما، دي المفروض الانتما كبيره جدا حصلها تيكنينج. دي الميديا اللي بيبقى موجود فيها السموث ماسل سيلز، هنا برضو نفس الصوره او صور زياده يعني. اكيوت بليك تشينجز، هنقول بقى التشينجز اللي ساعات بتحصل في البليك. Atherosclerotic plaques are susceptible to the following clinically important pathologic changes. ممكن يحصل لها changes زي ايه، erosion, ulceration و rupture. تمام. احنا قلنا ulceration برضو عشان ممكن chronic inflammation وكده، ودي برضو بتزود ال percentage او احتمالية ان يحصل thrombus. Lead to the release of thrombogenic substance، ممكن بقى يحصل الاتروما دي نفسها rupture والثرومبوجينيك سبستانس بقى الليبيد بقى والماكرو والدبري فروم ديد سيلز والكلام ده كله والقرف اللي متجمع في الاثيروما ممكن يمشي بقى في البلود ستريم يعني ينفجر، وبدل ما هو كان مقتصر بس على اللييرز بتاعه البلود فيسل لا تنطلق عادي كلها في البلود ستريم. ده ممكن ليد تو ثرومبوزس اكيد يعني، which may partially or completely occlude the vessel lumen. يعني احنا عندنا اصلا بسبب الاثيروما عندنا اليومن ضيق، فلما يحصل ثرومبوزس يقفله بقى خالص. احنا قربنا اي ثينك نخلص الاثيروسكيروزس، هو يمكن ارخم حاجه في المحاضره. تاني حاجه من التشينجز اللي ممكن تحصل للبليك، هيموريدج انتو ا بليك، ممكن يحصل في البليك نفسها هيموريدج، رابتشر اوف ذا اوفرلاينج فايبرس كاب اور اوف ذا ثين وول فيسلز ان ذا ارياز اوف نيو فاسكولاريزيشن كان كوز انترا بليك هيموريدج كون كونتيند هيماتوما اور انديوس بليك رابتشر. يعني ممكن برضو اللي يحصل للبليك رابتشر ويحصل هيموريدج منه فيه، تمام، ويتكون بقى هيماتوما. Athero embolism, plaque rupture can discharge atherosclerotic debris اللي احنا قلناها into the bloodstream producing microemboli. طالما هتكون thrombus يبقى اكيد ممكن يحصل حته منها يحصل لها detach وتكون emboli بقى تسرح بقى في blood vessel وهكذا. Aneurysm formation، الانيوريزم دي هنقولها ان شاء الله في اخر المحاضره، دي برضو من ضمن الديزيز اللي عندنا في المحاضره دي. بس احنا عندنا ايه، كل البروسيسز اللي حصلت في blood vessel اكيد خلت blood vessel نفسه weak، والانيوريزم اكتر حاجه ممكن تؤدي الانيوريزم الويكنس اوف ذا بلود فيسل، تمام، كوزز ويكنس اند بوتنشال رابشر. كلينيكال مانيفيستاشن بقى المضاعفات وكده، في الاورطه بيحصل انيوريزم،
لو يعني الاثيروسكليروزس حصل في الاورطه ممكن يحصل انيوريزم، ممكن يحصل ثرومبو امبوليزم. كوليسترول امبولاي، كوليسترول امبولاي دي بتطلق على الامبولاي اللي بتبقى خارجه من الاثيروما، دي مهمه جدا الدكتور نبهت عليها. يبقى الكوليسترول امبولاي ذا تايب اوف امبولاي ذات از اوريجينيتد فروم اثيروسكليروزس فروم الاثيروما. تمام. في الكورونري ارتريز بيحصل اسكيميك هارت ديزيز. طبعا اسكيميك ليه؟ لان احنا اصلا قلنا اليومن داء، فلو حصل يومن داء في الكورونري ارتري مثلا اللي بيسبلاي الهارت وكده، يحصل ايه؟ الاكسجين اللي رايح للهارت مش كفايه وكده، فيحصل اسكيميك هارت ديزيز سادن اكروجن باي ثروم باي كوز انفاركشن. كاروتيد ارتريز سيريبرال اسكيميا سيريبرال اند اوكيولار انفاركت برضو. سيريبرال ارتريز ترانزيت اسكيميك هارت ترانزيت اسكيميك اتاك اند ستروك مالتي انفاركت ديمنشيا. ديمنشيا دي حاجة في الذاكرة، يعني الذاكرة نفسه بتضعف، الذاكرة نفسها بتضعف. سوري. ميجر انتستينال ارتريز اسكيميك باول ديز اكيوت اوبستراكشن رينال ارتري ستينوزس. رينال اسكيميا از اسوشيتد وذ ريدوسد رينال فانكشن اند هايبر سيكريشن اوف رينين اند هايبرتنشن. في ملحوظه هنا الدكتور قالتها رينال ارتري اثيروسكليروزس هيؤدي رينال ارتري ستينوزس، وده ممكن يؤدي الهايبرتنشن. تمام. دي برضو سام هاو الاثيروسكليروزس كان ليد تو هايبرتنشن برضو زي ما احنا قلنا فوق. الياك فيمورال اند بوبليتر ارتريز انترميتد كروديكيشن. كروديكيشن يعني ايه؟ على طول بيجيله شد عضلي، هو قاعد كده بيجيله شد عضلي. اور اسكيميك جانجرين سي. تمام كده خلصنا ايه؟ خلصنا الاثيروسكليروزس. تاني مرض بقى ايه معانا في المحاضره دي؟ الارتيريوسكليروزس. تمام هناخد برضو الديفينيشن، الديفينيشنز مهم. الارتيريوسكليروزس افكت سمولر ارتريز، يعني ممكن يعني صعب يجي جدا مثلا في الاورطه والارتريز الكبيره دي صعب يجي فيها. تمام بيأفكت السمولر ارتريز اند ارتريولز وماي كوز داون ستريم اسكيميك انجري ماي، بس ده بيبقى رير قوي. تمام ليه تلات انواع؟ هايلاين والهايبر بلاستيك، دول ديسكاست في الهايبرتنشن هنقولهم، هنجيب بس سيرتهم في حاجه بسيطه كده في الهايبرتنشن، اصلا كده كده هي ديسكاست ان ديتيل الهايبرتنشن ان شاء الله في موديول الرينال يا اما في البطنه. تمام النوع بقى التالت اللي هو بيهمنا بقى في الموديول ده اللي هو الممكن بيرجز ميديكال سكليروزس ميديال سوري سكليروزس. تمام ده اكتر كاركترستيك مشهوره ليه بيحصل كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن احنا قلناها ممكن تحصل في الاثيروما فوق في الاولدر ايج، بس هنا ممكن هنا في الاغلب دايما بتحصل في النوع ده من الارتيروسكليروزس. كالسيفيكيشن يعني بيحصل ايه؟ تجمع للكالسيوم. تمام في الوولز بتاعه الماسكولار ارتريز زي اللور ليم. تمام typically involving the internal elastic membrane. internal elastic membrane دي ممكن نقول ان هي لير او جزء من البلود فيسلز، زي ايه؟ حاجه شبه الانتما اللي كان بيحصل فيها الاثيروسكليروزس، بيحصل فيها اثيروما. هنا في الاثيروسكليروزس بيحصل فين؟ بيحصل في الانترنال elastic membrane. النقطه دي مهمه. persons older than age 50 are most commonly affected. The calcifications do not encroach on the vessels on the vessel lumen and are usually not clinically significant. يعني ال arteriosclerosis ما فيش حاجة بتخترق اليومن بتاع blood vessel زي ما كان بيحصل في arteriosclerosis. ده هنا بيحصل، شايفين calcification اللي هي النقطة الغامقة دي، ده بيحصل calcification deposition of calcium. ده بس دي الكاركترستيك او ده اللي بيحصل في الارتيريوسكليروزس، ما بيحصلش حاجه في اليومن، فما يعني ممكن ما بيعملش سيستميك انجري قوي، يعني مفيش حاجه بتحصل جامده يعني زي الارتيريوسكليروزس، فعشان كده بيقول not clinically significant. تمام كده احنا خلصنا الارتيريوسكليروزس. هنقول بقى الهايبرتنشن، هنقول فيه حاجات بسيطة جدا. الديفينيشن بتاعه هايبرتنشن is defined clinically as sustained elevation of systolic pressure over 140 and diastolic pressure over 90. تمام. What are the determinants of blood pressure؟ الحاجات اللي بتحدد blood pressure cardiac output و peripheral resistances. النقطة دي مهمة، cardiac output و peripheral resistance هما الاثنين اللي بيحددوا وهما الاثنين اللي بيأثروا على blood pressure عامة. عندنا factors increasing cardiac output، ده كلام فيسيولوجي دكتور اتمنى اتكس عليه قوي، زي مثلا increased heart rate water and sodium retention increased blood volume increased water and sodium retention almost نفس الشيء.
factors increasing peripheral resistance الكاتيكولامين والانجيوتنسين. المادتين دول برضو في الفسيولوجي بيعملوا فازو كونستريكشن للفيزلز فبيزودوا peripheral resistance. فلما يزودوا peripheral resistance الهايبرتنشن عامه قصدي البلود بريشر هيزيد. تمام. التايبس عندنا primary hypertension و secondary hypertension. الجزئية دي بقى ايه مهم. primary hypertension ده اللي موجود عند اغلب الناس، ده اللي هو most common. تمام. سببه بيبقى idiopathic يعني سببه مش معروف، او essential hypertension هو بيتقال عليه essential hypertension. سببه او الكوز بتاعه idiopathic مش معروف سبب محدد يعني. is not known. it accounts for 95% of all cases of hypertension. تمام. secondary hypertension ده بيحصل secondary ل injury معينة أو disease معين. the diseases of the kidney دي أهم cause أو أهم حاجة ممكن يحصل لها secondary hypertension. عندنا بقى endocrine glands, neural disorders and the diseases of the aorta. تمام. بس أهم حاجة عندنا disease of the kidney. في notes كده primary hypertension is the most common, the most important cause of secondary hypertension is kidney disease. To remember causes of the hypertension, use the mnemonic renal. R for renal disease like kidney diseases. E for endocrine. N for neurologic. The intracranial hypertension caused by brain tumor and encephalitis. Aortic. زي عندنا atherosclerotic rigidity of the aorta and coarcitation. و L for labile زي عندنا psychogenic, stress related and post operative. تمام. دي ال causes بتاعت ال hypertension. هناخد بقى ايه كده، احنا قلنا ال definition وقلنا ال types وقلنا ال causes. تمام. كانت من ضمن ال causes دي كانت من ضمن اللي هي ال secondary hypertension يعني. ناخد بقى كده المورفولوجي، هو مش مهم قوي، مجرد بس نسمعه ونقراه قرايه سريعه. نحتاج بس نقطتين بالظبط في المورفولوجي الدكتور نبهت عليهم، بعد كده هيتعاد تاني في الرينال. هنحتاج بس ان الهاي لاين، هاي لاين دي احنا قلناها فين؟ قلناها فوق في الاثيروس ارتيروسكليروزس اهو. نوع عندنا نوعين من الارتيروسكليروز اللي هم كانوا ريليتد للهايبرتنشن، الهاي لاين والهايبربلاستيك. ثواني اعمل لكم هايلايت. الهاي لاين والهايبربلاستيك هما الاثنين related للهايبرتنشن. هنيجي نقولهم تحت فين اهو. الهاي لاين ارتيروسكليروزس والهايبربلاستيك ارتيروسكليروزس. تمام. عندنا المورفولوجي بتاع الهاي لاين ده بيبقى هوموجينس بينك هاي لاين زي ما احنا شايفين، ده بلود فيسل بينك هاي لاين ثيكنينج ويذ اسوشيتد ليومينال ناروينج. فين ليومينال ناروينج؟ يعني احنا شايفين اليومن ضيق شويه اهو. بلازما بروتين ليكج اكروز انجورد اندوثيليال انجري. في بلازما بروتين يعني بيحصل برضو اندوثيليال انجري، بيحصل ليكج للبلازما بروتين. وعندنا increased smooth cell smooth muscle cell matrix synthesis in response to the chronic hemodynamic stresses of benign hypertension. يعني بيحصل برضو السموث muscle بيحصل لها increased synthesis زي ما كان بيحصل عندنا في الاثيروسكليروزس، وبيحسب منها هايبرتنشن. ايه المهم في النقطه دي؟ مهم ان احنا نعرف الهاي لاين ارتيريوسكليروزس بيحصل مع البناين هايبرتنشن. دي النقطه المهمه اللي الدكتور نبهت عليها. زيها برضو في الهايبربلاستيك ارتيريوسكليروزس بيحصل معاه مالجنانت هايبرتنشن. بس احنا قلنا هنا في الفوق في الهاي لاين المورفولوجي بتاعه بيبقى بينك هاي لاين، لا تحت هنا بيبقى شبه الاونيون، اونيون سكين. بيبقى فيه ايه؟ لامينيتد vessels exhibit concentric laminated onion skin thickening of the walls with luminal narrowing. تمام. smooth muscle cell برضو with thickened reduplicated basement membrane. ده في malignant hypertension. الباقي الدكتور قالت مش مهم قوي، هيتقال كده كده في الرينال. تمام. complications the most commonly affected organs. احنا هنا كاتبين الorgan مع ال المانيفستيشن بتاعه. تمام. او مع الكومبليكيشن. الهارت بيحصل هايبرتروفي في الليفت فنتريكل، دي احنا خدناها اتكررت كتير لحد ما زهقنا منها في الباثولوجي في الادابتيشن. الهايبرتروفي في الليفت فنتريكل ليه؟ بسبب الهايبرتنشن، ما خدناها لحد ما حفظناها يعني. في الاورتا بيحصل اورتيك ديسكشن اند انيوريزم.
brain بيحصل hypertensive stroke intracranial hemorrhage بيحصل hypertensive encephalopathy with headache and cerebral dysfunction. intracranial hemorrhage برضو ممكن يحصل بسبب ان في خدناها في السي ان اس اللي هي مش فاكره الصراحه بصراحه الارتري كان اسمه ايه, بس ممكن يربشر برضو فيعمل intracranial hemorrhage. الايز بيحصل hypertensive retinopathy زي اللي حصل في الدكتور اللي هو اتعمى اثناء الكورونا وكده. الكيدنيز بيحصل hypertensive renal disease. بوينت مهمة الدكتور نبهت عليها, الهايبرتنشن بيأفكت الكيدني بشكل بصورة كبيرة, والكيدني ممكن تأفكت الهايبرتنشن قصدي, فهما الاتنين بيأثروا على بعض. وبرضو اللي كان برضو ريتد للهايبرتنشن عندنا الاثيروسكيروز, الاثيروسكيروز بيأدي الهايبرتنشن والهايبرتنشن بيأدي الاثيروسكيروز. كده خلصنا الهايبرتنشن. هنقول على اخر حاجة عندنا في المحاضرة الانيوريزم والديسكشن. نقول هنا الانيوريزم وتحت شوية نقول الديسكشن. ايه هو الانيوريزم بقى؟ ايه هو الانيوريزم؟ احنا قلنا في فوق برضو جبنا سيرته فوق في الاثيروسكليروزس, وجبنا سيرته هنا في الهايبرتنشن. ايه هو بقى الانيوريزم ده؟ الانيوريزم is a localized abnormal dilation of blood vessel or the heart. هناخد هو بيحصل في blood vessel وناخده بيحصل في الهارت, بس احنا هناخد عشان احنا بندرس الفاسكولار ديزيز, فاحنا هناخد بتاع blood vessel بس. تمام, بيحصل ايه؟ dilation اتساع, بس مش الاتساع اللي احنا فاهمين ان البلود ان اليومن كله بيتسع, لا ده في جزء من البلود بيسل بيتسع. تمام, التايبس ممكن نقسم الانيوريزم بثلاث طرق. اول طريقه congenital واكوايرد, تاني طريقه secular وفريزيفورم, تالت طريقه true وفولس. تمام, congenital جايه من اسمه يعني زي السيريبرال انيوريزم اون ذا سيركل اوف ويلز خدناه في الموديول اللي فات في سي ان اس, او اكوايرد. ساكيولار وفيوزيفورم, ساكيولار ده انفولفينج اونلي ا بورشن اوف ذا فيسل وول, كاتبين هنا بالاخضر نوت كده اوكيباي اونلي وان سايد. هنيجي نشرح الرسمه اللي تحت دلوقتي. فروم بيبقى طوله فروم من 5 لـ20 سنتي ان دايمتر, ده القطر بتاعه, and often contain thrombus. تمام, fusiform circumferential dilation of long vascular segment occupy both sides from... ماشي, المهم اللي هيشرح الكلام ده ان السيكولر بيبقى موجود في one side, fusiform بيبقى موجود في both sides. يعني شايفين ده كده الاستدارة اللي جاية دي كده aneurysm, ده circular يعني من ناحية واحدة, fusiform بيبقى من ناحيتين, الناحية اليمين والناحية الشمال. تمام, دي فكرة السيكولر والفيوزيفورم. الترو والفولس, الترو ان انيوريزم احنا عندنا بلود فيسل موجود فيه layers كتير جدا. عندنا في الترو كل layers بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها dilation, كل layers بتكون الانيوريزم. الفولس بيبقى عندنا one layer اللي هي الاوتر layer اللي هي الايه اللي هي الكونكتيف تيشو. تمام, ده فولس انيوريزم, لكن الترو بيبقى موجود all layers, one or more layers. تمام, الباثوجينيسيس بيحصل ايه بقى؟ بيحصل في كذا حاجه ممكن تؤدي الانيوريزم. اول حاجه الانترنسيك كواليتي اوف ذا فاسكولار وول كونكتيف تيشو از بور, يعني دي حاجه جينيتك, يعني احنا عندنا اصلا كونكتيف تيشو بتاع البلود فيسل اصلا نفسه فيه مشكله, فمن اي حاجه او من اي ديفكت مثلا هيبدا يتوسع. تمام, دي جينيتك ديفكت زي عندنا مارفان سيندروم. The imbalance of collagen degradation and synthesis increase MM proteinase by inflammation زي الاثيروسكليروزس, دي عندنا احنا عندنا في الاثيروسكليروزس بيحصل inflammation. تمام, ده احنا عارفينه خلاص. تمام, بس بيحصل ايه؟ بيحصل degradation, بيحصل synthesis للكولاجين, في imbalance ما بينهم, كمية الكولاجين اللي بتتكسر مش بتساوي كمية الكولاجين اللي بيتم تصنيعها, فالوول بتاع البلود فيسل بيحصل فيه ديفكت, بيبقى ويك, بيحصل فيه ويكنس عشان الكولاجين اللي بيتكسر مفيش حاجة بتعوض الكولاجين اللي بيتكسر. فعشان كده ايه بيحصل دي في الاثيروسكليروسس بينكريز بينكريز احتمالية تكوين الانيوريزم. تمام, تالت حاجة عندنا في الفاسكولار وول is weakened by ischemia caused by HTN and tertiary syphilis. احنا عندنا البلود فيسل نفسه اصلا ليه بلود سبلاي, ليه فيسلز بتمده بالدم. تمام, في السيفلس الفيسلز دي بيحصل لها مشكلة, فاحنا عندنا اصلا البلود فيسل نفسه مش واصله تغذية كافية, فبيحصل ايه؟ ويكنس برضه, يحصل ischemia بتؤدي الويكنس.
involve the ascending aortic aorta and its arch leading to ischemic injury of the aortic media and aneurysmal dilation. The two most important causes of aortic aneurysm are atherosclerosis وhypertension. النقطة دي مهمة جدا. المورفولوجي بقى، احنا هناخد المورفولوجي بتاعة الانيوريزم في حاجتين، في الابدومينال اورتا وفي الثوراسيك اورتا. تمام، في الابدومينال اورتا عندنا سببه ممكن يبقى اثيروسكليروتيك، اثيروسكليروزس برضو بيبقى موجود بيلو الرينال ارتريز او اباف ايك بايفوركيشن. احنا عندنا الاورتا بيجي في غالبا في at the level of fourth lumbar vertebrae، بيجي بينقسم كده يدينا two iliac two common iliac arteries، ده اسمه aortic bifurcation iliac bifurcation. يعني الأورطة بيجي بينقسم يدينا two common iliac arteries. المكان ده مكان برضو بيحصل فيه abdominal aortic aneurysm. تمام، ممكن يحصل circular يعني من ناحية واحدة أو fusiform. اللي في الصورة دي عندنا من ناحيتين اهو fusiform. يحصل destruction and thinning of the aortic media frequently contains a bland laminated polyorganized mural thrombus. ممكن يحصل thrombus wall mural يعني wall thrombus. ممكن برضو يحصل ايه complication of the thrombus. تاني سبب عندنا inflammatory، بيبقى موجود بس ده بيبقى rare قوي، موجود في younger patient. يعني inflammation هو اللي سبب weakness بتاعة الwall، بس ده بيبقى rare يعني في الأغلب بيبقى rare قوي. يعني هو often present with back بيبقى present with back pain and elevated inflammatory markers، عشان هو inflammatory و abundant lymphoplasmic inflammation with macrophages and giant cells associated with dense periaortic scarring. تمام، localized immune response. mycotic ده بيبقى infection، مايكرو اورجانيزم بتسرح في البلود ستريم فبتسبب بقى انفلاميشن بقى وكده، بس ده بيبقى بسبب انفكشن. يعني برضو بيحصل ويكنس للبلود فيسل. عندنا سيمتومز اوف اي 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 اللي هو الابدومينال اورتيك انيريزم. عندنا اسيمتوماتيك يعني من غير اعراض خالص، العيان بيجي من غير اي اعراض. ممكن يحصل بس ابدومينال ماس بالبابل بالسيتنج، يعني من ناحيه الابدومينال كده في بالسيتنج. رابشر دي سيمتوم مهمة جدا. تخيلوا مثلا ان كيس ان حصل مثلا انيوريزم في الاورطة، الاورطة بيرابشر بقى يعني خلاص بيليد تو ديث على طول، عشان كده بيقول فيتال هيموريدج. باقي السيمتومز مش كومون قوي، obstruction of vessels branching off from the aorta resulting in ischemic injury to supply tissue. يعني ممكن عشان الانيوريزم حصل فيأثر على التيشوز اللي حواليه، او يحصل obstructions للفيسلز اللي حواليه بسبب الانيوريزم، وده يأثر على التيشو اللي بتسبلايد بالفيسلز اللي حصلها obstruction. يعني لفة طويلة، هي في الاغلب بتبقى ايه asymptomatic يربشر. embolism عشان احنا قلنا ممكن يؤدي للثرومبا، ممكن يؤدي للثرومباي قصدي. compression on adjacent structure زي اليوريتر والerosion of vertebrae. ممكن الانيوريزم يؤدي الerosion of البون اللي حواليه، دي مش كومون قوي برضو او مش منطقية قوي، بس هي ممكن تحصل. احنا كده خلصنا الابدومينال اورتا، قلنا فيه الاسباب، وقلنا اثيروسكليروتيك، وقلنا انفلاماتري، وقلنا مايكوتيك اللي هو الانفكشن، وقلنا السيمتومز بتاعته. هندخل بقى ايه في الثوراسيك اورتيك انيوريزم associated with the hypertension other causes such as Marfan syndrome and syphilis. بيؤدي ال respiratory difficulties، difficulty in swallowing، persistent cough due to compression of the recurrent laryngeal nerves. عندنا بيحصل الكف دي بتعبارة عن reflex. reflex ده مسؤول عليه ايه؟ مسؤول عليه recurrent laryngeal nerve. لما بيحصل بقى ايه؟ لما بيحصل aneurysm thoracic aorta، هما الاتنين موجودين يعتبر في نفس الاريا، فالثوراسيك اورطة بيضغط على recurrent laryngeal nerve فبيعمل ايه؟ persistent cough. تمام، رابع حاجة pain caused by erosion of the bone. دي ممكن نقول عشان عندنا الريبس بتبقى موجودة بشكل كبير في الثوراسيك. والcardiac disease is aortic aneurysm need to aortic valve dilation ورابشره. نوت هنا الدكتور برضو نبهت عليها، the most significant symptom of aneurysm is rupture of the vessel. يعني عندنا ايه هو لو جه في الchoices او جه في الMCQ symptoms كتير بتاعت الaneurysm، لازم نختار rupture، ده لازم يعني عشان دي the most significant symptom.
تمام كده احنا خلصنا الانيوريزم، قلنا فيه نعمل ريكابينج كده، قلنا فيه الديفينيشن بتاعه ان هو abnormal dilation للبلاد فيسل او الهارت، قلنا التايبس، قلنا بيتقسم بثلاث طرق congenital acquired secular وفيوزيفورم، secular من ناحيه واحده فيوزيفورم من ناحيتين، true or false. true ده بي 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 one or more or more one than more than one layer، فولس بيبقى الكونكتيف تيشو اللي بره بس، قلنا الباثوجينيسيس بتاعه ممكن يبقى اصلا كونكتيف تيشو اللي بره poor due to genetic defect، يا اما imbalance of the collagen degradation and synthesis زي الانفلاميشن اللي بيحصل في الاثيروسكليروسس، يا اما الفاسكولار وول اصلا اوريدي البلاد فيسل اللي بتسبلاي البلاد فيسل نفسها اصلا حصل فيها مشكله زي السيفلس. بس قلنا اهم كوزس، اهم تو كوزس الانيوريزم الاثيروسكليروسس والهايبرتنشن. قلنا المورفولوجي هناخد اتنين، هناخد الابدومينال اورتا وهناخد الثوراسيك اورتا. الابدومينال اورتا ليه تلات اسباب، الاثيروسكليروتيك انفلاماتوري مايكوتيك، قلنا السيمتومز بتاعته الاهم اتنين اسيمتوماتيك ورابشر، قلنا السيمتومز اوف او قلنا الثوراسيك اورتيك انيوريزم يبقى اسوشيتد وذ هايبرتنشن زي، وفي اذر كوزز زي مارفن سندروم والسيفيلس. قلنا ان هو بيعمل persistent كاف عشان بيضغط على الريكارنت لارينجيال نيرفز، قلنا ان هو ممكن يعمل اروجن البون اللي حواليه. وقلنا ان اهم كوز او اهم سيمتوم most significant symptom للانيوريزم الرابشر. تمام dissection بقى دي اخر حاجه مش هنطول فيها ان شاء الله. definition بتاعه definition forceful separation of the layers of the aortic wall due to the entry of blood between the layers it results from a tear in the intima. تمام احنا عندنا layers نفسها بتاعت blood vessel بتسبريتد يعني بتفترق عن بعض، والدم بدل ما بيمشي في اليومن بتاع blood vessel لا بيبقى بيمشي بين layers نفسها، ده تعريف dissection. تمام intramural hemorrhage dissecting between the intima and the media. intima اللي احنا قلنا اللي بيحصل فيها الاثيروسكليروسس، والميديا دي اللي كان بيبقى موجود فيها السموث ماسل سيلز. تمام or the media and adventitia sorry or through the layers of the media، يعني سواء بين اي two layers بين البلاد فيسل ممكن يحصل dissection. ده dissection يعني دي layer تانية اتنين افترقوا عن بعض، واحدة فيهم got injured البلود ستريم ماشي معاها، يعني البلود ستريم بدل ما كان ماشي كده لوحده ده ماشي هنا وماشي هنا، تفرع في فرع هنا برضو بقى ماشي between the two layers of the blood vessel. تمام ايه الفرق بين الاربع صور دول احنا كاتباهم او احنا كاتبينهم هنا كده من اليمين من الشمال اليمين، ده النورمال اورتا عادي، تاني حاجه دي الاورتيك ديسكشن فيتال سيفير هيموريدج لو حصل مثلا رابشر او حاجه بتعمل هيموريدج رهيب، لان احنا عندنا اصلا البلود ستريم شغال في كونتينوس فلو اوف ذا بلود ستريم. تمام رابشر از كومون. تالت واحده دي انتراميورال هيماتوما بلود اكيوميتد اند وو سيبريتد فروم ذا مين بلود ستريم ليس هيموريدج، يعني احنا عندنا هنا حصل اوكي حصل blood got هنا accumulated by any mean يعني وخلاص نشف، يعني مفيش هنا ايه مفيش هنا blood flow، مفيش هنا continuous blood flow. تمام هنا blood نشف وخلاص، مش هيحصل hemorrhage او لو حصل هيكون قليل جدا. في حاجة شبهها بس حصل ulcer وحصل بدايات الاثيروما، حصل ايه بدايه اثيروما ليبت بقى والسر والكلام ده، بس هنا برضو لو حصل رابشر عشان هنا كان اوريدي فيه هيماتوما، فلو حصل رابشر الهيمورج برضو هيكون اقل من لو فيه كونتينيوس اصلا بلاد فلو. تمام بنتريتنج رابع واحده دي بنتريتنج اورتيك السر بنتريتنج اثيروما ليس هيمورج هيماتوما از فورمد. الكوزز بقى ايه الكوزز بتاعه الديسكشن، الكومن كوزز الهايبرتنشن. تمام في اذر كوزز بتبقى جينيتك زي عندنا المارفان ديزيز والإهلرز سندروم والأوستيجينيسيز إمبرفكتا. تمام أوتكم بتاعه النتيجة بتاعته هاي مورتاليتي، لأن إحنا عندنا هنا الأورطة على طول، يعني أورطة في حاجة تاني بتمشي، يعني دم بدل ما يكون ماشي في مكان واحد لأ ده في دم ماشي بين التو لايرز وفي ثينر لاير، يعني في لاير أرفع من هو مثلا ما يكون متغطي بكل اللايرز. تمام فالرابشر إز كومون، وطبعا لو حصل رابشر للأورتك فده فيتال هيموريدج.
into the retroperitoneal spaces of or the abdominal and thoracic cavity. Dissection of the initial intrapericardial portion of the aorta may cause cardiac tamponade. Cardiac tamponade ده يعني ايه؟ يعني في عارفين الهارت بيبقى مغلفه البريكارديوم، البريكارديوم ده ممكن يحصل هيموريج في البريكارديوم، يعني البريكارديال ساك ده كده يضغط على القلب نفسه، يعني في هيموريج فيضغط على القلب نفسه فالقلب ما عرفش يبامب البلاد بروبرلي. تمام، دي الكاردياك تيمبونيد. تمام كده احنا خلصنا المحاضرة يا شباب. Thank you for listening, hope you enjoyed.